لا يزال الوضع السياسي في العراق يشهد بعض التغييرات اللامنطقية التي تعيق دور المواطن الحقيقي في بث الحياة. هنالك من يغدو في بعض استاذ امكن منا انا بزع الدستان مال تقرير الله يخليك. صباح القرنفل، اهلا وسهلا. اليوم قناتكم الفضائيه صح منوره الشارع. اشكرك حبيبي، بس تفضل منا انا على مود اقدر اكيد أشوف. حضرتك دا تسوي تقرير عن ذن البنات اللي يسوقن بايسيكل. لا، اذا انا اوجه عتب شديد اللهجه على فضائيتكم، لان الحدث طش طشه مخيفه وانتم ما غطيتوه. شكرا، تفضل. انا صار لي 3 ايام دا ابحث عن البنات وما لقيتهن. هن بالبدايه كانت بنت وحده، راح نسوي عليهن تقارير، بنتين راح نسوي عليهن فيلم وثائقي، 3 بنانيت راح نسوي توك شو، 4 بنانيت. وين كنت دمع؟ وين كنت دمع؟ اطلع من هنا اخ. شنو يا اخ؟ اكسرت خاطري عن اذنك. بعضا من ابناء الشارع العراقي يبحث عن فسحة امل بين المقررات التي تم اتخاذها من قبل البرلمان، لكن البرلمان لا زال يعدو بعض الاشياء ويبخس حق المواطن، حيث يجد المواطن ضالته في. تعال 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 تعال، انا قلت لها بالله. شو تريد انت؟ شو تريد؟ اريد اقول اليوم بغداد اصبحت مدينه لا قبيله. الظاهر انت ناشط مدني. انا من اشد الناشطين بحقوق المراه. زين، اصلا انا بالعاده ما اسمع مطربين، اسمع بس مطربات. منو تسمع؟ انا كنت اسمع انغام من كانت نغمه واحده. اها. انا كنت اسمع غزلان من كانت غزاله. نعم. انا كنت اسمع ملايين من كانت 750. ها، عاشت ايدك. انا اسمع احلام من كانت كوابيس. هسه انت شنو نوع التقرير اللي تريد نسويه احنا؟ احنا نريد ندعم حمله كسر النمطيه. زين ليه؟ كسر النمطيه. زين ليه؟ كسر النمطيه. زين كافي؟ بعد ما عندكم كاميرات؟ ماكو. انا اشجع النساء اللي يسوقن بايسيكل. عافيه. وانا وياكم قلبا وقالبا يسوقون بايسيكلاتكم بشوارع بغداد وانا ادعمكم. يعني انت معناته راح تقبل ايضا بناتك وزوجتك يسوقن بايسيكل ويكسرن النمطيه معناها؟ اكسر رجلها. المن؟ منو هذه اللي تسوق بايسيكل؟ بناتك؟ بناتي اكسر. انا بطلت هنا من المتوسطه. ليش؟ مدرسه ماكو، تلفزيون ماكو، انترنت ماكو. هذا سجن ابو غريب؟ انا ما عندي بنيه توصل للسطح. انتوا المتخلفين اللي دمرتوا البلد، وتدري ايش راح اسوي بيك؟ انا راح اكسر بس مو النمطيه. لا، شنو؟ راح اكسر رقبتك.